إن شاء الله راح تعجبكم. مثل ما شايفين الجو هنا كلش دافئ مع المدخنة والثلج. إذا حبيتوا الفيديو انطوا لايك وسووا سبسكرايب للقناة حتى يوصلكم كل شيء أول بأول. ولا تنسوا تسوون سبسكرايب لحسابي على تويتش لأني راح أصير أسوي ASMR لايف هناك. فإن شاء الله هذا الشيء راح يعجبكم. خلينا نبدأ الفيديو. الطائر العجيب. في قديم الزمان كان هناك سلطان اسمه عمر النعمان يعيش مع زوجته شمس الزمان. لسنوات انتظر السلطان أن يرزقه الله طفلا، وأخيرا تحققت أمنيته وحملت زوجته وأنجبت 3 أطفال صبيين وبنت. لكن كانت شقيقة السلطان تكره شمس الزمان فاغتنمت فرصة غياب السلطان في ذلك اليوم واستبدلت الأطفال بكلب وقطة وقطعة خشب، ثم وضعت الأطفال داخل السلة وألقتهم في النار. مثل ما شايفين ماسكة السلة وحط بها الأطفال. لما عاد السلطان فوجئ برؤية الكلب والقطة وقطعة الخشب فغضب غضبا شديدا وأمر بإبعاد السلطان عن القصر وحبسها في بيت بعيد على قمة الجبل. فرحت شقيقته لنجاح خطتها. وفي اليوم التالي عثر بستاني اسمه حامد على سلة عند ضفة النار ودهش عندما رأى بداخلها 3 أطفال. فكر وهو يتأمل: لم أرى في حياتي أجمل منه. لم يكن لدى حامد أطفال، فشكر ربه لأنه أرسل إليه هؤلاء الصغار 3 وقرر أن يأخذهم إلى بيته وأن يربيهم أحسن التربية بمساعدة زوجتي. مرت السنوات، ربى حامد وزوجتي الأطفال 3 واهتم بهم حتى كبروا وأصبحوا بسن الشباب. كان الشابان شركان وكهرمان يتمتعان ببنية قوية وبعزة نفس عالية. أما شقيقتهما قمر الزمان فكانت رائعة الجمال تتحلى بالفطنة حسن الخلق والذكاء. كلش حلوين يعني مرت سنين على هذه الحادثة والسلطان ما يعرف أولاده وين. مريض حامد مرضا شديدا وقبل وفاته أخبر قمر الزمان وأخويه كيف عثر عليهم وهم صغار في سلة عند ضفة النار بعد موت حامد بمدة توفيت زوجته أيضا. فأصبحت قمر الزمان تهتم بأخويها وبشؤون المنزل وهي لا تزال تفكر بالعثور على والديها الحقيقيين. في أحد الأيام خرج شركان وكهرمان في رحلة صيد وبقيت قمر الزمان وحدها في المنزل. شاهدت امرأة عجوزا تجلس عند عتبة الدار. دعتها للدخول وقدمت إليها الطعام. وعندما انتهت العجوز من تناول الطعام شكرت قمر الزمان وقالت لها: اطلبي ما تشائين يا ابنتي وألبي طلبك على الفور. كان القمر الزمان قد سمعت عن طائر عجيب يتكلم مثل الإنسان ويعرف جميع الأخبار والأسرار، فطلبت من العجوز أن تدلها إلى مكان وجوده. فقالت العجوز: يجب أن تتبعي الطريق الذي يمر بالقرب من منزلك وتواصل السير لمدة 20 يوما على صهوة الجواد، وعندما تصلين إلى الجبل الأسود تجدين على قمته الطائر الذي تبحثين عنه. لكن تذكري مهما حصل إياك أن تلتفتي إلى الوراء وأنت تصعدين الجبل. يا ترى ليش قالت لها هذا الشيء؟ إيش راح يصير إذا التفتت للوراء؟ عندما
20 يوما على الطريق حتى وصلوا إلى الجبل الأسود. هناك قدر شاركان صعود الجبل أولا، فقالت له قمر الزمان: انتبه يا أخي، مهما حدث لا تنظر أبدا إلى الوراء. شركان يتسلق الجبل، وما هي إلا دقائق حتى سمع أصواتا بقربه. مع أنه لم يكن يرى أحدا، قرر العودة فاستدار محاولا النزول من الجبل، وما إن فعل ذلك حتى تحول إلى صخرة سوداء. ركض كهرمان باتجاه شقيقه لمساعدته، لكنه لم يكن يخطو بضع خطوات حتى سمع صوتا يناديه. استدار باتجاه الصوت فتحول هو أيضا إلى صخرة سوداء. يعني اثنين إخوانه صاروا صخور. من هيجي قالت المرأة العجوز إنه لا تبعون وراكم. عندما رأت قمر الزمان محل بشقيقيها، غطت أذنيها بالوشاح الذي كان على رأسها وبدأت تصعد الجبل. راحت الأصوات تناديها من كل ناحية، لكن قمر الزمان تابعت صعود الجبل دون أن تلتفت إلى الوراء. وعندما وصلت إلى قمة الجبل، رأت الطائر العجيب، وبالقرب منه نبع تتدفق منه مياه ذهبية. أخبرت قمر الزمان الطائر بمحل بأخويها، فطلب منها أن ترشهما بسرعة بقليل من المياه الذهبية. ملأت قمر الزمان إناء كان معها بالمياه الذهبية، وما إن رشت الماء على أخويها حتى عاد إلى شكلهما الطبيعيين. رجع الإخوة الثلاثة إلى منزلهم وهم بغاية الفرح والسعادة بعد أن أحضروا معهم الطائر العجيب. انتشر الخبر في المدينة، علم السلطان بقصد الإخوة الثلاثة والطائر العجيب الذي يتكلم ويعرف كل الأسرار، فأمر بإحضارهم على الفور إلى قصره. يا ترى ايش راح يصير؟ عندما شاهد السلطان الإخوة أصيب بدهشة كبيرة، فقد كانت قمر الزمان تشبه السلطان شمس الزمان كثيرا، وكان كهرمان يشبهه عندما كان شابا. سأل الإخوة عن أسمائهم وعن أصلهم، فأخبرته قمر الزمان بالقصة التي رواها لهم البستاني قبل وفاته. عندها تكلم الطائر العجيب وأخبر السلطان بالحقيقة كلها، وعلى الفور أمر السلطان بإعادة زوجته إلى القصر وبسجن شقيقته عقابا لها عما فعلته. ومن يومها عاش السلطان والسلطانة مع أولادهم بهناء. ولم ينسى السلطان الطائر العجيب، فطلب بناء حديقة له بجانب القصر ليعيش فيها. طبعا هذا الكتاب عنده تمارين، يعني حتى تمارين عن القصة النهاية. الطائر العجيب، يعني خطية السلطانة كانت منفية لسنين طويلة بالقصر، وهي مظلومة وما عندها شيء، وأخت السلطان كانت عايشة بسعادة وهناء إلى بعد سنين يلا عقبها وسجنها بمكان ثاني. من حسب المسلسلات اللي نشوفها، دائما أخوات السلطان يكونون شوية قادرات وقويات، بس القصة كانت حلوة للعلم. هذول كلهم قصص من ألف ليلة وليلة، هي مخصصة للأطفال لكنها كلش حلوة ورسوماتها حلوة يعني. فإن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو مع أجواء الشتاء.